طيب نبتدي الجزء التاني بتاع الفلترنج في الفريكوينسي دومين. خلينا نفتكر كده ان انا كان عندي الامج بتاعتي اهي، عندي كده اكس وعندي كده واي، كانت الفاليو اللي هنا دي او الفاليو دي هي مين؟ هي الفاليو دي اف اوف 0 0. طيب قال خلي بالك بقى، انت لما تروح تجيب فورير ترانسفورم 2 دي للاف بتاعتك اف اوف اكس وواي، احنا قلنا ان انا لو عندي اف اوف اكس وواي هروح اجيب فورير ترانسفورم هيطلع لي مين؟ هيطلع لي اف اوف يو وفي. طيب اف اوف يو وفي، انا خلي بالك بقى ان الفريكوينسيز اللي موجوده في الفورير ترانسفورم ده دايركتلي ريليتد للسبيشال ريتس بتاعت التشينج. يعني ايه؟ يعني ليها علاقه بشكل الامج في التايم دومين. الانتنستي بتاعتها دي بتتغير ازاي؟ هل بتتغير بسلو ولا بتتغير فاست؟ ده اللي هيديني انديكيشن مين هو اللو فريكوينسيز ومين هي الهاي فريكوينسيز. طيب قال خلي بالك اقل فاليو اللي هي الاف اوف 0 0 ذا سلوست فارينج فريكوينسي كومبوننت اللي هي مين؟ اللي هي اف اوف 0 و0، دي عباره عن ايه؟ عباره عن الافرج انتنستي بتاعت الايمج. الافرج انتنستي بتاعت الايمج، حد فاكر ان الفوري ترانسفورم كان عباره عن ايه؟ عباره عن سيجما الاف اوف اكس واي في 2 اكسبوننشال، واحد بتاع الاكس وواحد بتاع الواي. طيب ما هو لو انا قلت ان الفريكونسي اللي انا بجمع عليها هي 0 0 فانا بجيب كاني بجيب سيجما كل الفاليوز بتاعت الانتنستي بتاعت الايمج اللي هي الاف اوف 0 0. يبقى الاف اوف 0 0 دي هي ريليتيف لمين؟ للافرج انتنستي بتاعت الايمج. طيب قال لك هديفاين اللو فريكونسيز هي عباره عن ايه؟ عباره عن السلو فاريشن في الانتنستي بتاعه الايمج. زي ايه مثلا؟ انا عامل صوره والصوره دي فيها الباك جراوند عباره عن وول حيطه، فالانتنستي بتاعه الحيطه ما بتتغيرش، ما فيش، هي لون واحد الفاليو بتاعته ما بتتغيرش. طب امال الهاي فريكوينسي دي عباره عن ايه؟ الهاي فريكوينسي دي بقى الفاست انتنستي تشينج في الايمج. يعني مثلا انت عندك اوبجكتس موجوده في الايمج اللي انت بتبص عليها دي، فكل اوبجكت من دول له عباره عن شويه الوان بانتنستيز مختلفه عن الالوان التانيه. انت بتصور الحيطه وعليها تابلو مثلا، فالتابلو ده فيه الوان مختلفه خالص عن الالوان بتاعت الوول اللي متعلقه عليه. فهلاقي ان الانتنستز اللي بتتغير بسرعه دي ريليتيف للهاي فريكوينسي، الانتنستز اللي بتتغير ببطء فدي هتبقى ريليتيف لللو فريكوينسي. طيب انا هدفي هعمل ايه؟ انا عايز اعمل فلترنج في الفريكوينسي دومين. طيب هعمل فلترنج في الفريكوينسي دومين ده هعمله ازاي؟ اروح اخد الامج بتاعت السبيشال دومين اللي هي التايم دومين اكس وواي دي، واروح اجيب لها فوري ترانسفورم، فيبقى عندي اف او في وفي، اف او في وفي، اروح اعمل بقى البروسيس اللي انا عايزها، وبعدين ارجعها باك بالانفرس ديسكريت فوري ترانسفورم، ارجع للدومين بتاع الامج الاصلي. واضحه البوينت دي ولا فيها مشكله؟ واضحه يا دكتور. طيب تمام. قال لك طيب يعني انت لو عندك مثلا ايمج زي دي، كويس، الايمج دي عباره عن ايه؟ عباره عن صوره، الصوره دي ل سيركت انتجريتد سيركت، ها، متكبره حوالي 2500 مره، فالديتيلز في بقى نويز كتير قوي عليها كده. طب لو انا رحت جبت شكل الفورير ترانسفورم بتاع الايمج دي، اهو الفورير ترانسفورم بتاع الايمج دي شكله عامل كده،
هل الفاليز الانتنستي اللي هنا دي ايه علاقتها بالفاليز بتاعت الفورير ترانسفورم؟ انا هلاقي في حاجات هنا اكسس كده واخده يمكن 45 ديجري اهي، هلاقي في دوتد هنا كده. هل ده هيديني ريليشن لحاجه او ده هيديني انديكيشن لحاجه؟ هل الكونتنتس اللي موجوده في التايم دومين او السبيشال دومين دي ترفلكت على كومبوننت معينه في الفريكوانسي دومين اقدر بعد كده اشتغل على الكومبوننت دي؟ اوكي، فده اللي هي ايه، ده اللي هيهمني. انا عايز اعرف في الاخر الشكل اللي انا هشتغل عليه ده هشتغل عليه ازاي، ايه الاوبجكتيف بتاعي وانا بشتغل. طيب قال لك طب يعني انت عايز تعمل ايه، انت عندك image f of x y وانت عايز تروح تعمل عليها operation، فانت هتقول ان شكل الامج بتاعتي الفورير ترانسفورم بتاعها هو f of u و v. تمام، f of u و v ده انت هتروح ايه، هتروح تعمل له تايم في الفريكوينسي دومين الفريكوينسي ريسبونس بتاع الفلتر على حسب ايه هي البروسيس اللي انت عايز تعملها، ها، وبعدين تجيب الانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، تقوم تجيب الامج افتر بروسيس او الانهانسد امج اللي انت كنت عايزها. كويس قوي. قال لك خلي بالك بقى، اتش اوف يو وفي اللي انت دايما بتتكلم عنه ده، اتش اوف يو وفي ده هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الفلتر. وخلي بالك ان الفلتر دايما بنتكلم على سنترالايزد فلتر. يعني ايه سنتر؟ يعني دايما لما بعمل الديزاين بتاع الفلتر، لو انتوا فاكرين كده كنا بنقول ايه بقى، كنا بنقول مثلا انا هعمل الديزاين بتاع الفلتر، ادي البوينت اللي اسمها اكس وواي، هنا الفاليو بتاعتي less than 1، هنا greater than 1، يعني هنا اكس minus 1، هنا اكس بلس 1، هطلع لفوق هتبقى واي ماينس 1، وهنزل كده هتبقى واي بلس 1. انا دايما الفلتر بتاعي انا كنت بحط له سنتر وبعمل الديزاين بتاعي زي ما انا عايز في التايم دومين. قال لك نفس الحكايه في الفريكوانسي دومين، اتش اوف يو وفي برضه هيبقى سنترلايزد. قال لك طيب ما هي الامج بتاعتك الكومبوننت اللي فيها انت قلت ان اللو فريكوانسي موجود في الكورنر، يعني انت موجود عندك هنا f of 0 و 0 دي كمان انت عايز تعمل لها شيفت تخليها في السنتر، وبعدين على حسب بقى انت بتبعد قد ايه الفريكوانسيز دي بتزيد وبتقل. يعني انت عايز تنقل السنتر بتاع الامج في النص. طيب السنتر بتاع الامج في النص يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل له شيفت، عايز اعمل له شيفت في التايم دومين، ده هيديني ايه equivalent ايه في الفريكوانسي دومين؟ قالك طيب خلي بالك انت الامج بتاعتك f of u و v دي، ها، انت كمان عايزها سنتر عشان تقدر تعمل لها multiplication ب ال h of u و v. قالك طيب يعني انت محتاج تعمل ايه بقى، تاخد ال input image دي وتعملها times minus 1 power x plus y قبل ما تعمل لها ترانسفورميشن. طيب يعني انا عايز اعمل فريكوانسي شيفت، عايز اعمل فريكوانسي شيفت في الفريكوانسي دومين، ده معناه ان انا هعمل اكسبوننشال في التايم دومين. اكسبوننشال للهاف ديستنس لو انتوا فاكرين زي ما قلنا المره اللي فاتت هيديني ايه، هيديني اي باور نيجاتيف فاليو، الفاليو دي هتبقى ايكويفالنت لنيجاتيف 1. طيب ايكويفالنت لنيجاتيف 1 باور x بلس y. ليه x بلس y؟ لان انا هعمل الفريكوانسي شيفت ده في الديستنس بتاعت الx للنص والديستنس بتاعت الy للنص. فانا لو هعمل شيفت، انا عايز اشيفت الفاليو بتاعت f of 0 0 واجيبها هنا، ده معناه ان انا عايز الx اكسس والy اكسس. الx اكسس يبقى هضرب في التايم دومين نيجاتيف 1 باور الx. طيب في ال y axis هضرب في negative 1 power ال y. انا عايز اعمل في الاثنين، فانا هعمل الامج بتاعتي times negative 1 power x plus ال y،
وبعدين اروح اعمل لها فورير ترانسفورم. يبقى انا كده عملت فريكوانسي شيفت. طيب واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ احنا قلناها المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين لما اتكلمنا على البروبرتيز بتاعه الفورير ترانسفورم في ال1 دي وال2 دي. طيب دلوقتي انا عندي ايه بقى؟ انا عايز اعمل ادي عايز ابلاي اي فلتر واشوف هو هيعمل ايه على ايمج. مش دي الايمج اللي انت بتتكلم عليها؟ طب انا هروح اعمل ايه؟ انا هروح اديزاين فلتر. الفلتر ده هحط السنتر بتاعه بزيرو، السنتر بتاع الفلتر بزيرو، والباقي كله ب1. يعني اتش اوف يو وفي دي الفاليو بتاعتها بزيرو عند اليو بتساوي صفر والفي بتساوي صفر. صفر وصفر دول هما مين؟ دول السنتر. يعني لو انا هاخد الاوريجن بتاع الاتش دي هو نفس الاوريجن بتاع الاف، فهقول ان دي عباره عن لو انا قلت ان الامج دي ام في ان مثلا، ام في ان، يبقى السنتر بتاعي الفاليو بتاعتي دي عند اليو اللي عايزاها تساوي صفر دي اللي هي ام على الاثنين السنتر بتاع الامج، ودي اللي هي الان على الاثنين. انا حطيت السنتر بتاعي بصفر والباقي كله ب1. طب يعني ايه السنتر بصفر والباقي كله ب1؟ قالك ده معناه ان انا هريموف الدي سي كومبوننت. مين الدي سي كومبوننت دي؟ قالك طيب مش انت بتقول ان الامج بتاعتك اهي، انت حطيت الفاليو بتاعت اف اوف 0 0 هنا بعد ما عملت شيفت. طيب ما هي اف اوف 0 0 دي كانت ايكويفالنت لمين؟ كانت ايكويفالنت للافريج انتنسيتي بتاعه الامج. طيب اللي هي ايه يعني؟ اللي هي ايكويفالنت للدي سي بتاع الامج. لما انا اروح احط الفاليو اللي في النص دي بزيرو والباقي كله ب1 واضرب الفلتر في الامج، الفلتر الفاليو بتاعتي هنا ب1 والباقي كله بزيرو، والامج بتاعتي اهي اهي دي الامج، الاثنين تايمز بعض هيروح يعمل ايه؟ هيشيل الدي سي كومبوننت، الدي سي كومبوننت بتاعه الامج ويسيب الباقي كله. طيب ما هو الدي سي كومبوننت هي الافرج انتنسيتي، ده معناه ان انت خليت الافرج انتنسيتي بتاعه الامج بكام؟ بصفر. الصوره تسود زي ما انتم شايفين كده، انا خليت الافرج انتنسيتي بزيرو، فالصوره بقت سودة، سودة او يعني بقت اكثر ظلام لان انا خليت الافرج انتنسيتي بزيرو. افرج انتنسيتي بزيرو يعني انا حطيت الدي سي كومبوننت بزيرو. اهو انا هعمل ايه؟ انا كتبت لك هنا اهو ريجكت الدي سي تيرم، وهباص كل الحاجات الثانيه. انا هريجكت الدي سي تيرم هيخلي الامج بتاعتي هتزداد سواد بقى. ليه؟ لان انا شلت الفاليو بتاعت الانتنسيتي، الافرج انتنسيتي دي كانت سي مثلا ب 2000 ب 4000، انا خليتها بصفر. لما خليتها بصفر كل الارقام دي الفاليو بتاعتها قلت، فالقيم كلها قربت للفاليوز الايه؟ اللي تخليني بلاك، الوايت هو اللي اعلى. واضحه البوينت دي ولا فيها مشكله؟ يا شباب واضحه. طيب تمام. قالك طيب خلينا نبص كده، لو انا عندي الفلتر بتاعي اهو في الفريكوانسي دومين في البدايه خالص اهو، انا عامل الفلتر اهو الفاليو بتاعته عند ال ام على الاثنين وان على الاثنين اهم، والفاليو دي سي اهي ب1 والباقي كله بصفار. لو ده شكله يعني، لو انا ابلاي الفلتر ده على الامج ده اللي هيبقى الاوتبوت. لو انا هابلاي الفلتر اللي له الشكل ده على الامج بتاعتي هيبقى ده شكل الاوتبوت. طيب لو انا غيرت قلت هخلي الفاليو اللي في النص دي هي اللي بزيرو والباقي كله ب1، ده اللي انا لسه قايله عليه اللي انا لسه حطاه، انا خليت الفاليو دي بصفر وكل القيم التانية الفاليو بتاعتها ب1.
هلاقي ان الصورة بقت اسود. طيب قال لك طيب انت كده عملت ايه؟ انت رحت شلت الدي سي كومبوننت. طيب انا مش عايزه اشيل الدي سي كومبوننت كلها، انا عايزه اشيل جزء منها بس. لو انا هشيل جزء منها بس هشيفت الشكل ده لفوق شويه بس، يعني هضربه في فاكتور كده. طيب لو انا هضربه في فاكتور هيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو رحت حطيت كونستنت كده اسمه ايه، بدل ما كان بيساوي صفر هو هيقللها بس مش هيخليها بصفر. طيب ده معناه ان هو هيسيب جزء من الدي سي، طالما هيسيب جزء من الدي سي يبقى اكيد الامج بتاعتي مش هتبقى كلها اسود كده. طيب حد واخد باله من الثلاث صور دول الفرق بينهم ايه؟ يعني هو هنا كان عمل ايه وهنا عمل ايه؟ يعني الامج الاولانيه دي خالص اللي عندها البوينتر ده هو هنا عمل ايه؟ حد واخد باله؟ هو شكله عمل سموثنج كده، يعني الايدجز ما عادتش باينه قوي. طب وهنا؟ هو هنا عمل اهو الايدج بقت واضحه، هو عمل شارب. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ده شكل الفلتر ده هو شكل اللوباس فلتر اللي هيعمل سموثنج للايمج. طب وده؟ ده شكل الهاي باس فلتر اللي هيعمل شارب للايدج. واضحه البوينت دي ولا فيها مشكله؟ واضحه يا دكتور. طيب تمام. قال لك لما انا حطيت هنا كوفيشنت كده ولا حطيت كونستنت اسمه ايه، انا ما اثرتش على انه يبقى شارب، ولكن حسنت الامج بتاعتي بحيث انها ما تبقاش كلها اسود كده. اوكي ده الفرق بين الثلاثه امجز دول. طيب قال لك خلي بالك بقى، لو انت عندك سيمبل امج هي عباره عن لونين اتنين بس كده، وانت عايز تعمل بالرنج للايه، للامج دي. طيب هعمل لها بالرنج بحاجه اسمها جاوسيان لوباس فلتر، وهنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي. طيب جاوسيان لوباس فلتر، انا خدت الامج دي بالسايز بتاعها زي ما هو، ورحت عملت الفلتر بتاعي ورحت ضربتهم في بعض في الفريكوانسي دومين، كاني عملت ايه؟ كاني عملت كونفوليوشن في السبيشال دومين. كويس، هو نتيجه الكونفوليوشن بتاع السبيشال دومين ده مش بيطلع لي سايز اكبر؟ طيب السايز الاكبر ده لو انا ما حطيتش زيرو بادنج هجيب الفاليوز الجديده دي منين؟ لو انا ما عملت الزيرو بادنج ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بالرنج لي نون يونيفورم بالرنج، هيحصل للتوب، ها هيحصل له بالرنج، لكن الايدجز دي الفيرتيكال ايدجز دي لا. طب لو انا عملت باد للزيروز بحيث ان انا اخد معايا السايز الجديد اللي هيطلع اهو، هيحصل ايه بقى؟ هيحصل بالرنج للايه، للايدجز كلها. طيب ايه الفرق بين دي ودي؟ دي لما انا ما عملت زيرو بادنج ورحت، لو انا بتكلم على سبيشال دومين ورحت عملت كونفوليوشن ايه اللي هيحصل؟ في فاليوز مش هتظهر معايا، وبالتالي القيمه دي مش ما تاثرتش. طيب لو انا عملت زيرو بادنج الكونفوليوشن، لو انا كنت بعمل كونفوليوشن ما بين تو فانكشنز اللينث بتاع الاولانيه ال والثانيه مثلا سي، فهو بيبقى ال بلس سي ماينس ال1. لو انا ما خدتش في اعتباري كده، انا قلت انا هشتغل على ال بس اللي هو اللينس بتاع الامج ده اللي هيطلع لي. لو انا عملت زيرو بادنج للسايز الجديد ده اللي هيطلع لي. اوكي طيب خلينا الاول بقى نشوف كده ان بروبرتي مهمه قوي للفلتر، ان هو مش بيأثر على الفيز. احنا بنسميه زيرو فيز شيفت فلتر. يعني ايه؟ يعني انا مش هغير الفيز بتاع الامج، انا الفلتر بتاعي اللي انا هحطه انا هغير في الحاجات بتاعه، احنا قلنا الماجنتيود بتاع الانتنسيتي او الماجنتيود بتاع الامج، لكن مش هغير في شكل الفيز. يقول لك طب تعالى نبص كده، لو انا عندي الجي اوف اكس وواي هي الانفرس
discrete Fourier transform بتاع ادي الفلتر وادي الايمج. اوكي قال لك خلي بالك الايمج بتاعتك هي عباره عن ريال بارت بلس الايماجينري بارت. كويس ريال بارت اللي هي الار اوف يو وفي، والايماجينري بارت هو الاي اوف يو وفي. كويس قوي. نقدر نروح سبستيتيوت في الايكويجن اللي فوق دي، فانا هيبقى عندي اتش اوف يو وفي في الريال بلس جي اتش في الايماجينري. كويس قوي. قال لك خلي بالك انا دايما الفلتر بيبقى دايما تاثيره على الريال بارت والايماجينري بارت نفس الحاجه اهو. ادي الاتش اتضربت في الريال هي نفسها الاتش اللي اتضربت في الايماجينري. ده معناه ان انا لو عايز اجيب الفيز الجديد اللي هنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تان ماينس 1 الايماجينري على الريال. طب ما الايماجينري على الريال انت حطيت نفس الايفكت على الحاجتين، يبقى هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك نفس الفيز. اوكي يبقى انا ما عنديش ايفكت للفلتر على الفيز بتاع الامج، عشان كده دايما بنسميه زيرو فيز شيفت فلتر. واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ واضحه. طب ناخد اكزامبل، هتلاقوني كاتبه لكم هنا بالماتلاب. لو انا عايز عندي ايمج وعايز اجيب لها فورير ترانسفورم، فانا الاول هريد الايمج اهي سيركت دي اللي هي الايمج مثلا بتاعه السيركت اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. طيب لما اقول دبل ده معناه ان انا عايز ايه؟ عايز اخلي الفاليوز بتاعه الاف دي تطلع ريل وايمجر. فانا خليت السايز بتاعها دبل. كويس الاف دي ده الفورير ترانسفورم بتاع الامج، يعني الامج اللي انا قريتها دي هي الاف سمول اوف اكس وواي. طيب الاف كابيتال دي هي الاف اوف يو وفي. كويس قال لك طيب انا عايزه شيفت دايما السنتر بتاع الامج دي اهو. انا لما رحت عملتها كده انا عايزه اجيب البوينت دي احطها في السنتر ده. كويس السنتر ده اللي هو مين؟ السنتر بتاع الامج، يعني لو دي ام وان يبقى انا عايز اجيب البوينت دي ها عند ام على 2 وان على 2. قال لك طيب انا بعمل الحكايه دي ازاي؟ قال لك انا بعملها ازاي بقى؟ بعمل حاجه اسمها اف اف تي شيفت للاف دي الديسكريت فورير ترانسفورم بتاع الامج. اف اف تي شيفت يعني هيروح يجيب لي الفاليو بتاعه 0 0 يحطها في السنتر بتاع الامج. كويس قال لك انا دايما ببقى عايز ارسم الابسوليوت فاليو اهو، فبحط كلمه ابسوليوت الاول. طيب عايز دايما ماكسمايز او امبليفاي الماجنيتيودز الصغيره عشان يبان لي الديتيلز. طيب فانا بعمل ايه؟ بحط لوج. فانا يبقى عندي انا عايز اشوف الامج. كويس باخد اللوج سكيل للابسوليوت فاليو للشيفت فيرجن بتاعه الاف وكل القيم. كويس طب لو انا هكرييت فلتر وقلت ان السايز بتاعه 20 ده هيطلع لي ايه؟ ده هيطلع لي اول وانز كده اهو. الاول وانز دي 20 في 20. كويس عشان اعمل نورماليزيشن، لو انتوا فاكرين كنا بنقسم على 1 على 400 بقى اللي هو n تايمز ال n. طب الفلتر ده لو انتوا فاكرين برضو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل سموثنج او بيعمل افريج فلتر. ده افريج فلتر الافرج فلتر ده كان بيبقى لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ الافرج فلتر ده كان لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ لو باس فلتر اهو. كويس
طيب عايز اجيب شكله في الفريكوانسي دومين، فرحت عملت ايه؟ رحت جبت له اف اف تي 2 للاتش خلاص، واقدر اشوفها برضو بنفس الايه الكوماند. لو انا عايز بقى اشوف الافكت بتاعه، اروح اخد الجي اللي هي الانهانسد ايمج، هي عباره عن الاف دوت تايمز الاتش، هياخد كل واحد يضربه في التاني. طيب وبعدين انا عايز اشوف الريل فاليو بس بتاعه الانفرس، انا عايز ارجعها للسبيشال دومين، فانا عملت انفرس فاست فورير ترانسفورم 2 عشان انا شغال 2D كويس، واقدر اشوف الامج الجديده بعد ما عملت لها سموثنج او حطيتها على لو باس فلتر. اوكي طيب ده ببساطه كده لو انا فكرت ازاي هعمل الحكايه دي بالماتلاب. قال لك طيب لو انا عندي نون زيرو فيز شيفت فلتر، يعني احنا اتفقنا ان الفلتر بتاعي بيعمل ايه؟ زيرو فيز شيفت، ما ملوش تاثير على الفيز بتاع الامج. طب لو له تاثير على الفيز، يعني افرض انا غيرت الفيز بتاع الامج دي، بص الامج بتاعت السيركت لو انا غيرت الفيز بتاعها 0.5 بس، الفاليو بتاع شكلها هيبقى عامل ازاي؟ طب لو انا غيرتها حتى 0.25 شوف شكلها هيبقى عامل ازاي؟ قال لك اي تغيير في الفيز، اي تغيير ولو صغير في الفيز بيبوظ الامج اللي انت بتشتغل عليها، وبالتالي دايما الفلتر بتاعي هيبقى الافكت بتاعه على الفيز انا مش عايز يعمل اي افكت، الا لو انا عايز اعمل حاجه بقى معينه، يعني انا عايز اغير. في الحاله دي انا مش هقدر اشتغل بالفلتر ان هو هيابلاي على الريال والايماجينري بنفس الطريقه. لو هيابلاي على الريال والايماجينري بنفس الطريقه، ده معناه ان هو هيطلع لي نفس الفيز بتاعه الامج الاصليه. لو حصل اي ملتيبليكيشن لفيز الفاليو بتاعتها مهما كانت صغيره، الامج بتاعتي شكلها والسبكتروم بتاعها هيتغير تماما. يعني اي سمول تشينج في الفيز هيطلع لي ايه بقى؟ هيطلع لي undesired effect للفلتر، وبالتالي الديزاين بتاع الفلتر بيبقى نون افكت على الفيز بتاع الامج اللي انت دخلتها. واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ طيب تمام. نسمرايز بقى ايه الستبس بتاعه الفلترنج اللي انا عايز اعملها في الفريكوانسي دومين. اول ستيب خالص، انا عندي ايمج اهي اف اوف اكس واي، السايز بتاعها ام اوف ان. طب انا بس هعمل ايه بقى؟ انا هروح بس يعني اعمل لها بادنج بزيروز، البي بتاعتها والكيو السايز الجديد ده هو السايز بتاع الالبو بتاع الكونفليوشن. يعني لو الفلتر لو الامج بتاعتي السايز بتاعها اكس واي، والفلتر بتاعي السايز بتاعه كمان نفس السايز ده، فانا هبقى محتاجه الضعف. يعني ان جنرال كده ممكن اقول ان البي السايز بتاعها 2 ام والكيو هي 2 ان. قال لك طيب يعني انت بقى عندك بادد امج اف اوف اف بي اوف اكس واي، السايز بتاعها هو البي والكيو، الباقي عن الامج الاصليه اللي هي ام اف ان دي عباره عن اصفار. كويس، علشان اشيفت الاف اوف 0 0 عند السنتر، يبقى انا هروح اعمل ايه؟ هضرب في اكسبوننشال في التايم دومين، يعني انا هروح اضرب اف بي اوف اكس واي تايمز ماينس 1 باور اكس بلس الواي. كده خلاص انا عملت ايه؟ انا هحط الترانسفورميشن ده في السنتر. طيب وبعدين هروح احسب بقى الديسكريت فورير ترانسفورم بتاع الايمج. طيب وبعدين اخلي بالي ان هجنريت بقى اتش اوف يو وفي الفلتر بتاعي اللي له السايز، اللي السايز بتاعه اصلا هو كام؟ هو البي والكيو ده
نفس السايز الجديد بتاعت الامج والكوردينتس بتاعته او السنتر بتاعه هو بي على الاثنين وكيو على الاثنين اللي هو السنتر بتاع الامج. طيب لا خلي بالك بقى هعمل ايه، هروح اقول والله الانهانسد امج دي هي عباره عن الاتش تايمز الاف، الاتش الفلتر اللي انت عملت له ديزاين، وادي الاف اللي هي الامج اللي انت حاططها في السنتر اللي انت عامل الفريكوينسي الدومين بتاعها في السنتر. خلاص اوكي انا هروح اجيب الامج الجديده او الانهانسد او البروسيسد امج، هي الريال بارت بتاع الانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم بتاع جي اوف يو وفي. بس خلي بالي ان انا لما يطلعوا لي كده هعملهم تايمز مين عشان ارجعهم لاصلهم تاني، الديلي اللي انا عملته هروح اشيله، فانا هحط هعملها تايمز نيجاتيف 1 باور اكس بلس الواي. طيب انا كده عايز اجيب الامج الاصليه اللي هي جي اوف اكس وواي، هروح اعمل لها اكستراكشن هلاقيها في الربع اللي فوق شمال. طيب تعال نبص كده على اكزامبل، قال لك طيب دي الامج بتاعتك، دي الامج بتاعتك، هتروح تعمل زيرو بادنج اهو، عملت زيرو بادنج للبي والكيو اهو، خليت الفاليوز كلهم دول بصفار. الستاب اللي بعد كده رحت ضربتهم ضربتها في نيجاتيف 1 باور اكس بلس الواي طلع لك الشكل ده، وبعدين رحت جبت السبيكترم او الفورير ترانسفورم بتاع ده لقيت ادي الفاليو سنترد عند الزيرو اهو. طيب بعد كده ده شكل الفلتر اللي انا هعمله ابلاي، الفلتر ده جاوسيان لو باس فلتر، هنشوف الديزاين بتاعه ازاي الجاوسيان ده. طيب بعدين انا هاخد الاثنين دول اضربهم في بعض فيطلع لي ده الاوتبوت، انا هعمل تايمز ادي الاف اوف يو وفي تايمز الاتش، هطلع الانهانسد امج اهي، هروح اجيب الانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم اهو، وبعدين هاكستراكت جي اوف اكس وواي. تاني انا كان عندي هنا اللي داخل الامج دي اهي اف اوف اكس وواي كويس، بعدين هنا دي اف بي اوف اكس وواي بادت زيروز، طب وبعدين هنا دي اف بي اوف اكس وواي تايمز نيجاتيف 1 باور اكس بلس الواي. طب ده الاف الجديده اللي هي الاف بي الجديده دي بقى اوف يو وفي، طب مين ده؟ ده هو الاتش اوف يو وفي. طب مين الامج دي؟ دي الاف بي تايمز الاتش. طيب ومين دي؟ هاخد ده كده ديسكريت انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، اطلع دي، بعدين اكستراكت دي اللي هي جي اوف اكس واي. واضحه يا شباب ولا فيها مشكله؟ هو الاتش اوف يو في دوت اللي هي كانت الفلتر، الاتش دي اللي هي الفلتر اللي هو سميناه جاوسيان لو باس فلتر، هنشوف الديزاين بتاعه ده بيتعمل ازاي دلوقتي. اوكي قال لك طيب خلي بالك ان انت لو عملت الفلترنج ده في السبيشال دومين او في الفريكوينسي دومين لازم يدولك نفس الحاجه اللي انت بتعمله في الفريكوينسي دومين، هو لو نفس الاوبجكتيف اللي انت عايزه، يعني لو انت هتابلاي لو باس فلتر بكاركترستكس معينه في التايم دومين او اللي هو السبيشال دومين، رحت عملت له فوري ترانسفورم واستخدمته في الفريكوينسي دومين، يبقى لازم شكل الامج الاوتبوت اللي هتطلع هي ايكويفالنت زي بالظبط اللي انت عملتها في التايم دومين. قال لك طيب افترض مثلا ان انا عندي اتش اوف يو دي هي 1 دي فريكوينسي دومين جاوسيان فلتر. جاوسيان فلتر حتى فاكر الجاوسيان ده كان عباره عن ايه؟ عبارة جاوسيان ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن، هو كان عبارة عن كونستنت تايمز اكسبوننشال اي باور ماينس
الميو اليو ماينس ميو، ميو اللي هي كانت الافريج، هنا الافريج بزيرو اوفر 2 سيجما سكوير، وسيجما سكوير دي الفاريانس. طيب ده لو 1 دي. طب لو انا حبيت يعني اجيب شكل الشكل ده لو هو في الفريكوانسي دومين، عايز اجيبه في التايم دومين، يعني انا رحت عملت انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، عملت انفرس ترانسفورم، هلاقي ايه بقى؟ هلاقي ان الاكسبوننشال بتفضل اكسبوننشال. لو انتوا فاكرين اكسبوننشال فانكشن هي نفسها اكسبوننشال فانكشن، اتش اوف اكس هي عباره عن السكوير روت 2 باي سيجما اي في الاي باور نيجاتيف، ادي كونستنت اهو، سيجما سكوير اكس سكوير. لك يعني خلي بالك الاثنين الجاوسيان، الاثنين جاوسيان وريل، سواء كان في الفريكوانسي دومين او في التايم دومين، يعني اقدر اسميهم ريسيبروكلز. اوكي ده لو هما 1 دي. طب لو انا حبيت يعني اعملها مور كومبليكيتد واخليها 2 دي، يعني عملت 2 اكسبوننشال ماينس بعض، ماينس بعض يعني ديفرنس. حد فاكر الديفرنس فلتر ده كان لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ هاي باس فلتر. هاي باس فلتر. طالما انا بعمل ديفرنس يبقى انا بعمل هاي باس فلتر. كويس. قال لك طيب لو انا بصيت على ده ورحت جبت انفرس فورير ترانسفورم، هلاقي h of x ليها الشكل ده. كويس، وقلنا ان ده هو عبارة عن هاي باس فلتر. طيب هاي باس فلتر يعني ايه؟ يعني هاي باس الهاي فريكوانسيز اللي موجودة في الامج، وهي ريجكت ها اللو فريكوانسيز. طيب تعال نبص على شكلهم في الفريكوانسي دومين والتايم دومين. ادي الـ 1 دي جاوسيان لو باس فلتر اهو، ده لو باس فلتر، ادي شكله في التايم دومين وشكله في الفريكوانسي دومين. خليك فاكر شكله في التايم دومين لو انا بتكلم على الافرج مثلا فكان بيبقى شكله عامل كده، هو عباره عن الوانز اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه تايمز 1 على عدد دول او السم بتاع دول. طيب او ممكن يعمل افريجنج بشكل تاني، يقول والله المين بوينت دي هتايمز الفور النيبرز، الفور نيبرز تايمز التو الدياجونال تايمز الون. المهم انا هقسم على مين هنا، هعمل افريج على مين؟ على سيجما الفاليوز دي. طيب ده اللي هو ايه؟ ده كان لو باس فلتر. طب الهاي باس فلتر ده؟ ده هاي باس فلتر. طيب الهاي باس فلتر ده اهو، شكله في التايم دومين هو عباره عن ايه؟ كان بيحسب الديفرنس، كان بيحسب الديفرنس. لو انتوا فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول والله البوينت دي ماينس النيبرز بتوعها، ادي الفور نيبرز او الايت نيبرز، وكنا نعمل ويت لدي. كويس، ده شكلها في التايم دومين، ده شكلها في الفريكوانسي دومين. قال لك طيب يعني الامج بتاعتك دي لو انت رحت عملت عليها اي اوبريشن في التايم دومين او السبيشال دومين وجبت الايكويفالنت بتاعها في الفريكوانسي دومين، المفروض يطلع لي نفس الحاجه. كويس، انا عندي الامج دي اهي، السايز بتاعها ادي 600 بكسل في 600 بكسل، الفريكوانسي دومين بتاعها او السبيكترم بتاعها شكله عامل كده. كويس، قال لك طيب ادي شكل الفلتر اللي انا هعمله ابلاي. الفلتر ده، الفلتر ده ديفرنس صح؟ بيجيب الديفرنس. لو انتوا فاكرين يعني كان بيحسب الديفرنس ما بين كولوم وكولوم تاني. لو ده شكله في التايم دومين او السبيشال دومين، يعني دي شكل الاتش اوف اكس وواي. كويس، دي شكلها احنا رسمناها 3 دي يعني.
شكله في الفريكوينسي دومين، ادي شكل الفلتر، ادي السبيكتروم اللي ايكويفالنت ليه الفلتر ده. هعمل له ابلاي على الامج اللي فاتت دي، هلاقيه عباره عن ايه؟ ده الاوتبوت. الريزلت دي هي الريزلت في الفريكوينسي دومين، والريزلت دي هي في السبيشال دومين. كويس، الاثنين هيطلعوا لي نفس الحاجه. لو انتوا فاكرين الشكل ده كان بيجيب الايدجز بتاعه الامج، ادي الامج اهي، وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب الايدجز بتاعه الامج دي. فانا لو عملت بقى الفلتر بتاعي في السبيشال دومين اللي هو الديزاين ده، او الفلتر بتاعي في الفريكوينسي دومين اللي هو الديزاين ده، هما الاثنين هيطلعوا لي نفس الريزلت. يعني دي لو انا عملتها فريكوينسي دومين، ودي لو انا عملتها سبيشال دومين. اوكي، واضحه يا شباب ولا في مشكله؟ واضحه يا دكتور. طيب تمام. طيب ازاي هجنريت اتش اوف يو وفي بقى؟ انت قلت ان الامج بتاعتك السايز بتاعها 600 بكسل في 600 بكسل، فانت محتاج تروح تقاد الباقي اللي يعمل لك الاوتبوت بتاع الكونفوليوشن ده بصفار. يعني اف اوف اكس وواي هي الفاليوز بتاعتي في الرينج اللي هو كان 600 بكسل في 600 بكسل. طيب والفلتر بتاعي كان السايز بتاعه ايه؟ اهو عباره عن 3 في 3 اهو. طيب يعني اتش بي اوف اكس وواي هي عباره عن اتش اوف اكس وواي الفاليو بتاعتهم اللي كانت جيفن من زيرو للاثنين، ادي السايز بتاعه. طب اما بقيه الباقي لغايه 602 ده بكام؟ بصفار. خلي بالك يعني ان البي اللي احنا قلنا عليها والكيو، البي والكيو دي هي دي الفاليو اللي انا بصيت عليها اللي هي 602 دي. طيب بي وكيو هو السايز بتاع الامج افتر بادنج زيروز. كويس، يبقى انا عندي اف بي اوف اكس وواي السايز بتاعها بقى 602 ده، يعني دي كانت ب 600 اهو، دي بقت 603 بقى، لان انا هعمل ايه؟ من زيرو لغايه 603 تايمز 603، ده السايز بتاع البادد ايمج، وده السايز بتاع الايمج الاصليه. ليه؟ لان السايز ده هو 3 في 3. بقى الجديد بتاعي واقف لغايه 602 اللي هو مين؟ اللي هو 600 زائد ال 3 ماينس الواحد اللي هو الاب بتاع الكونفوليوشن يعني. طيب انا بقى هجنريت اتش اوف يو وفي ازاي؟ هملتبلاي اتش بتاعتي دي اتش بي اوف اكس وواي باي دي. ليه انا هعمل مالتيبليكيشن ليه؟ عشان احط السنتر فريكوانسي، السنتر على السنتر فريكوانسي في الدومين، في الفريكوانسي دومين اللي انا كنت بعمله. طيب اوكي، يعني اللي انا عملته في الامج هروح اعمله في الفلتر، طالما انا عملت الديزاين بتاع الفلتر بتاعي عباره عن اللي هو 3 في 3 كده من اول 0 1 2 0 1 2، فانا محتاج برضو احط السنتر بتاعي في السنتر بتاع الامج. فروحت جبت اتش بي اوف اكس وواي تايمز نيجاتيف 1 باور اكس بلس الواي. طيب هروح اجيب الفوري ترانسفورم بتاعها. طب وبعدين هروح اسيت اشوف بقى الريال بارت ده، هروح احطه بزيرو. ايه ده، اروح احط الريال بارت بزيرو ليه؟ لان انا عارف ان الديفرنس فلتر هو عباره عن بيور ايماجينري. الفلتر بتاعي ده اللي هيطلع لي ده الاتش دي هي بيور ايماجينري. طيب بيور ايماجينري، فانا رحت حطيت الريال بارت الفاليو بتاعته بزيرو. طب وبعدين هعمل ايه بقى؟ هملتبلاي الريزلت بتاعتي، الريزلت بتاعتي اللي هي مين؟ لما هروح اخد الاثنين دول مع بعض اللي هم الاتش البادد زيروز بتاعتها تايمز الفريكوانسي دومين بتاعها تايمز الاف بي اوف يو وفي، وبعدين هروح ارجعهم بقى
فانا مضطر اضرب في ايه؟ في نيجاتيف واي باور يو بلس الفي. كويس، عشان ارجع الاتش بتاعتي لاصليه او ارجعها لاصلها تاني. طيب وبعدين دي الطريقه اللي انا هجنريت بيها الفلتر اللي انا عملت له ابلاي اهو في الامج دي. ازاي هجنريت ده على الماتلاب يعني عشان اقدر امبلمنت الكلام ده سواء كان في التايم دومين او في الفريكوينسي دومين. واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ وممكن اكزامبل على الكلام ده؟ بالارقام يعني. يا اوريدي الستبس هنا ايه؟ ماشي، ممكن نشوف في السكشن بقى يعني، ممكن نحطه نضيفه في السكشن. يا اوريدي الستبس موجوده في السلايد بالتفصيل بالارقام. لا هنخلي في السكشن بقى يعني، مصطفى يحل معاكم بالارقام. لو ما لحقش يحل معاكم مفيش مشكله خالص، انا ممكن اعمل لكم يعني ايه زي ما عملنا ليكتشر كده سولفد كويستشنز، ممكن نعمل كده تاني برضه. ممكن السلايد اللي قبل دي ممكن حضرتك تشرحيها تاني؟ دي دي طيب الارقام دي انت كان عندك، انت كان عندك السايز بتاع الامج كام؟ 600 بكسل في 600 بكسل. كويس، فانت عندك الفاليو بتاعت اف اوف اكس وواي. انت كان عندك الامج بتاعتك اهي جيفن، الامج دي السايز بتاعها 600 في 600. كويس، وعندي الاتش انا هعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اقول ازاي هعمل التايمز في الفريكوانسي دومين اللي انت بتقول عليه. طب انا عشان اجنريت الاتش اوف يو وفي دي كنت هعملها ازاي او اعملها ازاي؟ سايز كام؟ انا محتاج السايز ب 600 السايز بتاع ب 3 ماينس انا عايز. الصوت بيقطع فجأة قوي. حضرتك بتشرحي اول ما رسمتي 3 في 3. طيب دلوقتي الامج بتاعتي السايز بتاعها 600 في 600 تمام، واضح كده؟ تمام. الفلتر 3 في 3. اوكي تمام. الاوتبوت بتاع الكونفوليوشن هو كان السايز الاولاني بلس الثاني ماينس 1 مش كده؟ يعني 600 بلس ال 3 ماينس ال 1 اهو، يعني الفاليو دي تطلع بكام؟ بال 602. ليه؟ لان انا دايما بعد من الزيرو. فانا عندي السايز بتاع البادد امج اللي موجود من اول ال 600 ل 602 هيبقى بصفار. طب الاتش بي اوف اكس واي هي اصلا السايز بتاعها من 0 و1 و2، هي 3 في 3. يبقى اللي موجود من اول ال 3 لغايه ال 602 الفاليوز بتاعته بصفار. اوكي، دول اللي كنا سميناهم بي وكيو في الستبس اللي احنا حطيناها summary steps to generate الفلترد ايمج. احنا قلنا لو السايز بتاع الاثنين دول قد بعض هيبقى الاوتبوت بكام؟ ب 2n و 2m لو انت فاكره، وسمينا دي بي ودي بي كيو. بما انهم مش قد بعض فتبقى هي البي بتاعتي دلوقتي الفاليو بتاعتها بده ريلاتيف للسايز الجديد اللي هو الدهولي، والكيو برضو الريلاتيف للسايز الجديد اللي هو ده. واضحه؟ تمام. اوكي.
طيب انا دلوقتي عايز اديزاين الفلترز. انا عندي بقى انواع من الفلترز، في ايديال فلتر، في اكتر من نوع بقى. لو انا عايزه اكتبهم شكلهم في الفريكوانسي دومين شكلهم عامل ازاي؟ طيب انا عشان اعمل سموثنج للامج بستخدم لو باس فلتر، عشان اعمل سموثنج او بالرينج او اشيل يعني الايدجز كده، فانا بعمل حاجه اسمها او بستخدم لو باس فلتر. لو باس فلتر له اكتر من تايب. اول تايب منه هو الايديال لو باس فلتر، ده تايب نمبر 1. ايديال لو باس فلتر يعني ايه؟ يعني الفاليو بتاعته هتساوي 1 عند رينج وتساوي 0 بعد كده. طيب الرينج ده اللي انا هحدده هو عباره عن ايه؟ قلت انا لو الفاليو بتاعه دي اوف يو وفي ليس ذان اور ايكوال دي نود، ايه الارقام العجيبه دي؟ خلينا نبص على الرسمه دي ونرجع تاني نشوف احنا هنحسبها ازاي. واضحه الرسمه دي؟ أوضح. طيب انا بقول ايه بقى؟ انا هحط الايديال لو باس فلتر هو ان هو عباره عن وانز كده في رينج معين والباقي كله بزيروز. الرينج بتاعي ده هو عباره عن ايه؟ عن البوينت دي ها سنترد لغايه هنا، يعني من السنتر بتاع الامج لغايه دي نود اللي انا بحددها. الفاليو الريديوس انا هقف عند كام؟ هي عباره عن سيركل اهي. كويس كده؟ طيب تعال نشوف هي الايكويجن بتاعتها مكتوبه ازاي. بيقول والله اول تايب من اللوبس فلتر ده هو الايديال. ايديال يعني ايه؟ يعني يساوي 1 طول ما الفاليو بتاعت دي اوف يو وفي ليس ذان الدي نود. مين الدي نود؟ ده الريديوس بتاع السيركل اللي انت بتقول انا هعدي كل اللي يجي من هنا. طيب امال مين دي بقى؟ قال لك ده الديستنس ما بين السنتر، الديستنس ما بين السنتر والبوينت اللي انت بتتكلم عليها. تعال ارجع تاني للايه؟ للصورة دي. انا والله لو البوينت بتاعتي دي اوف يو وفي هنا هتعدي. طب في الاسود ده مش هتعدي. يعني لو الفاليو دي ليس ذان الدي نود اللي هو الراديوس ده هتعدي من اللوباس فلتر. لو الفاليو بتاعتي دي اوف يو وفي اكبر من الدي نود يبقى خلاص هتريجكت. طب وانا هحسب الديستنس دي ازاي؟ هو السنتر ده بكام؟ السنتر ده احنا مش قلنا دي بتبقى البادد ايمج، فالفاليو دي كلها هي بي على الاثنين ده لغايه النص اهو، والفاليو دي كانت بتبقى بتساوي كيو على الاثنين. قال لك دي البوينت، يعني البوينت اللي في النص دي او السنتر بتاعي ده اهو بتاع الامج دي ببي على الاثنين وكيو على الاثنين. دي الفاليو اللي في النص. طب انا عايز احسب الديستنس. انا والله هروح اشوف بقى الدي اللي انت بتتكلم عليها دي اللي ليها يو وفي الفاليو دي بكام؟ الفرق ما بين السنتر بتاع الامج والقيمه بتاعتي دي بكام؟ طيب والله لو دي اكبر من الدي نود يبقى مش هتعدي، اقل من الدي نود يبقى هتضرب في واحد وهتعدي. كويس. الديستنس دي اجيبها ازاي؟ دي سهله قوي، دي الاكليدن ديستنس. يعني انا اقدر اجيب السكوير روت، الفاليو دي هي السكوير روت الاكس اكسس سكوير يو ماينس بي على الاثنين الكل سكوير بلس في ماينس الكيو على الاثنين الكل سكوير. خلاص يبقى انا هقدر احسب دي، هقدر احسب الديستنس دي اهي. اوكي على حسب الفاليو بتاعتي دي، الفاليو بتاعتي دي كبيره يبقى مش هتعدي، صغيره يبقى هتعدي. كبيره وصغيره ريلاتيف لمين؟ للدي نود على حسب الديزاين بتاع الفلتر. انت سميته ايديال لوباس فلتر، لوباس فلتر يعني
باس الفاليوز اللي اصغر من الكات اوف فريكوينسي اللي انت حطيته. اوكي واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ واضحه دي. طيب تمام. طيب يعني هو ده شكل الايديال لوباس فلتر اهو. لو انا لو حبيت ارسمه ادي اليو والفي، هو عباره عن سلندر يعني تعدي او سيركل يعدي منها الفاليوز اللي تيجي وزن الرينج اللي هو اقل من الكات اوف فريكوينسي اللي انا حددته والباقي ريجكت. اوكي لو انا عايز اعمل الكلام ده بالماتلاب اعمله ازاي او اكتبه ازاي؟ ادي السايز، ادي الامج بتاعتي اهي، الامج بتاعتي دي هي دبل. قلنا ليه دبل؟ علشان لما اجي اعمل لها فورير ترانسفورم الاقي فيها عباره عن في ريل وايماجيني. طيب اوكي السايز بتاع الامج دي هي عباره عن اتش ودبليو، اتش ده السايز الاولاني ودبليو ده السايز الثاني اللي هو احنا قلنا ايه ام في ان. انا عايزه اجيب الام بكام هي السايز الاولاني والان بكام هي السايز الثاني. كويس انا عايزه كرييت ايديال لوباس فلتر والكات اوف فريكوينسي بتاعته ب 30. الكات اوف فريكوينسي بتاعته ب 30. الاول هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل زيروز للسايز بتاع الفلتر بتاعي. السايز بتاع الفلتر بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو الاتش والدبليو ده. هروح احط الفاليوز اللي في النص، الفاليو بتاعتي اللي في النص الفاليو بتاعتها بكام؟ ب 1 يعني، والباقي بصفار. لو انا عندي وزن الرينج ده، وزن الرينج ده اللي هو ايه اللي القيمه بتاعتي اقل من الريديوس اللي انا حطيته او الكات اوف فريكوينسي اللي انا حطيته اللي هو 30 هيخلي الفاليو بوم، اذروايز يخليها بزيرو. خلاص هيخليها بزيرو، ما هي اوريدي بزيرو. طيب اوكي كده هيقدر يطلع لي مين؟ هيطلع لي الاتش، الاتش اللي هو عباره عن سيركل الفاليوز بتاعتها بوانز والباقي كله بصفار. طيب لو انا عايز اعمل شيفت احط الزيرو فريكوينسيز دي في الابر ليفت كورنر اقدر اعملها. اقدر اعملها ازاي؟ لو انا استخدمت الفانكشن اللي قلت عليها اللي هي الاي اف اف تي شيفت للاتش هيعمل شيفت، هيجيب السنتر اللي هو كان وانز ده يروح يحطه فين؟ يحطه عند الكورنر. طب لما يحطه عند الكورنر حد ياخد باله؟ سوري ما يحطه عند الكورنر، هو في البدايه خالص طلعه هنا، هنا دي الوانز والباقي كله هنا كده بزيرو. اوكي لما يعمل شيفت هنا يبقى شكلها عامل ازاي؟ انا عايز بس اتفرج عليها يعني، اتفرج عليها يبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى الوانز بتوعي واخدين الكورنرز كده، ده كله بزيرو والكورنر دي هي اللي بوم، عشان الناس بس تبقى مستوعبه او يعني عارفه الشكل هيطلع عامل ازاي. كويس لو انا رحت جبت الفورير ترانسفورم بتاعه فده 2 دي يعني اف اف تي 2 للامج، هروح اعمل لها تايمز للاتش اشوف الاوتبوت بتاعي هيطلع عامل ازاي. اوكي طيب لو انا بصيت كده وجبت امج اللي هي دي وهعديها على لوباس فلتر، انا عايز الامج بتاعتي دي اشوف كده تاثير الايديال لوباس فلتر عليها شكله عامل ازاي. طب خلينا نبص في البدايه كده، ادي الامج وادي السبيكترم بتاعها، ادي الفورير ترانسفورم بتاع الامج دي. فورير سبيكترم هتلاقيه عباره عن ايه؟ لو خدت بالك كده هتلاقي فيه شويه سيركلز كده. واضحه السيركلز دي يا شباب ولا مش واضحه؟ واضح. كويس كل سيركل من دول هتريفير لقد ايه من الباور اللي موجود في الامج. يعني انا لو واقف عند السيركل الاخرانيه دي يبقى انا اللي معايا وزن السيركل دي حوالي 99% من الباور بتاعتي. طيب لو انا واقف عند السيركل اللي قبلها يبقى انا معايا حوالي 97% من الباور اللي في الامج. كويس قوي على حسب
الريديوس ده انا اقدر اعمل الديزاين بتاع الفلتر اعدي مين وما اعديش مين. تعال بص كده بقى، قال لك ادي الامج الاصليه، ادي لو انت عملت فلتر الريديوس بتاعه الفاليو بتاعته ب10، طب لو الفاليو بتاعته ب30 يعني ايه؟ يعني انا هحط الفلتر بتاعي يعدي الجزء ده بس، يعدي الجزء ده بس، يعني هيعدي حوالي 87% بس من الباور بتاعت الامج. طيب لو انا هيعدي اكبر شويه شكل الامج هيبقى عامل ازاي؟ طب لو هيعدي اكبر شويه شكل الامج هيبقى عامل ازاي؟ هو ده الحكايه. ادي الامج الاصليه وانا هعديها على ايديال لوباس فلتر بديفرنت ريديوس، وكل ريديوس من دول هيبقى ايكويفالنت لقد ايه من الباور انا بعديه، او قد ايه من الباور انا بعمله ريموفنج. باور كتير قوي حوالي 13، هنا بريموف قل شويه، هنا بريموف قل شويه، يعني واحد عمل ريموفنج 8% من الباور بتاعت الامج الاصليه. اوكي طيب، يعني على حسب انا عديت قد ايه هيظهر لي شكل الامج. اوكي شباب، هذه واضح يا دكتور. طيب قالك طيب لو انا عايز بقى لو انا قلت انا عندي مثلا ايديال لو باس فلتر والسايز بتاعي اللي انا هعمله هو 1000 في 1000 والريديوس دي السايز بتاعها 5 بس، ده شكلها، ده شكلها الفاليوز بتاعتها. بص انا هعمل ايه، انا هقول ان الرينج بتاع الايمج بتاعتي 1000 تايمز 1000 والفاليو بتاعتي الريديوس ده بخمسه بس. اوكي فهلاقي ايه بقى، بص كده هتلاقي ان في سيركلز كده، ها في سيركلز هنا ريلاتيفلي اللوبس دي السايد لوبس دي. اوكي طيب هتفيد بايه في الحكايه دي في الاخر؟ على حسب انا عايزه كنترول مين اللي هيعدي من الامج دي ومين مش هيعدي. طيب تاني تايب، تاني تايب من اللوباس فلتر لوباس فلتر ده تاني تايب اهو. يبقى اول نوع من اللوباس فلتر كان الايديال لوباس فلتر، تاني نوع من اللوباس فلتر هو الباتر وورث لوباس فلتر. قال لك طيب ده عباره عن ايه بقى؟ ده له اوردر ان على اساسه تقدر تشوف شكل الكيرف بتاعك هيبقى عامل ازاي. قال لك برضه الفريكونسي بتاعته هي دي نوت زي اتش اوف يو اف في، دي شكل الفريكونسي ريسبونس بتاع الفلتر بتاعي هو 1/1 بلس ادي البوينت بتاعتي اوفر الدي نوت كلها باور 2 باور الان 2 ان. دي الان هو الاوردر بتاع الفلتر، الان هو الاوردر بتاع الفلتر، يعني لو انا حطيت الان بواحد الان باتنين الان بتلاته على حسب بقى انا عايز الكيرف بتاعي ده ينزل ازاي. ادي شكل الفلتر بتاعي اللي هو الباتر وورث لوباس فلتر الترانسفير فانكشن بتاعته، يعني ادي شكله عامل كده لو انا بصيت عليه وانز وزيروز يعني، فانا هادي الفاليوز دي ب1 والفاليوز دي ب0 وادي الكيرف بتاعي اهو. كويس، على حسب الاوردر اللي انا هستخدمه هيبقى شكل الباور اللي هتعدي من الامج دي. خلي بالك اهو ده لوباس فلتر، ده لو انا كنت شغال ايديال لوباس فلتر، وده لو انا شغال باتر وولز لوباس فلتر سكند اوردر. اوكي هنا سكند اوردر يعني الان باتنين مكتوبه تحت اهي سكند اوردر. طيب لنفس الفاليو بتاعت الدي نود، يعني انا عامل كات اوف فريكوانسي في الاتنين زي بعض،
يعني نفس الانرجي اللي هتعدي زي بعضها. طيب ده لو الايديال لوبس فلتر وده الباتر وولز لوبس فلتر، ادي هلاقي ان الفاليو دي، ادي انا لو عملت ريجكت ل 13% من الانرجي وهنا 13% من الانرجي. طب لو انا عملت ريجكت هنا لحوالي 4، هنا حوالي 4% وهنا حوالي 4%، طيب هنا حوالي 0.8 وهنا 0.8. اوكي طيب هلا خلي بالك بقى، ادي السبيشال ريبريزنتيشن بتاعت الباتر ووز لوباس فلتر، على حسب بقى الاوردر بتاعك هيبقى شكله في السبيشال دومين شكله عامل ازاي. ادي لو كان فيرست اوردر، لو كان سكند اوردر، فيفث اوردر، توينت اوردر، كل ما الاوردر ده هيزيد هتلاقي ان في سايكلز هنا هتبان، في سايد لوبس هنا هتظهر. اوكي طيب ده كان ايه؟ ده كان تاني تايب من اللوبس فلتر. في تايب تالت لللوبس فلتر؟ قال لك الجاوسيان لوبس فلتر، ده تالت نوع من اللوبس فلتر. جاوسيان لوبس فلتر يعني هو هيدبند على شكل الجاوسيان ديستريبيوشن اللي هو الاكسبوننشال بتاع نيجاتيف الباور سكوير، الفاريبل اللي انا بتكلم عليه سكوير اوفر 2 سيجما سكوير، 2 الفارينس. طيب قال لك خلي بالك، لو انا خليت السيجما هي دي نود، لو انا خليت السيجما هي دي نود عشان تبقى هي الكات اوف فريكوانسي بتاعي، فيبقى اتش اوف يو وفي هي اي باور نيجاتيف دي سكوير، دي سكوير قلنا ان هي الديستنس اوفر 2 دي نود، وده برضو شكله ادي اتش اوف يو وفي ليه جاوسيان ديستريبيوشن اهو، على حسب الدي نود الفاليو بتاعتها بكام، لان الدي نود دلوقتي بقت ايكويفالنت لمين؟ للسكوير روت بتاع الفارينس. فانا لو الفارينس بتاعي الفاليو بتاعته كبيره فده معناه ان الكيرف بتاعي واسع اهو، لو الفارينس الفاليو بتاعته قليله صغيره فده معناه ان الكيرف بتاعي ما بيبعدش قوي عن المين، ها فلاقيه عباره عن ايه؟ شارب قوي. طيب ناخد نفس الايه، نفس الايمج، لو الايمج دي كانت ايديال لوباس فلتر برضو وده جاوسيان لوباس فلتر، خلي بالك انا برضو هنا عملت ايه؟ عملت الريجكت ال 13% من الباور، وهنا عملت الريجكت ال 13% من الباور، نفس الطريقه ولكن هيديني الجاوسيان لوباس فلتر هيديني بيرفورمانس دايما احسن من الايديال. اوكي هيا شباب، في حد عنده اي سؤال او اي مشكله لغايه دلوقتي؟ شباب لا تمام يا دكتور. طيب ناخد اكزامبل. خلاص ممكن ناخد بريك. هناخد بريك، هناخد اكزامبل قبل ما ندخل، بس ناخد بريك بس بعد الاكزامبل ده. لو احنا عندنا عايزين نعمل سموثنج للتكست ده، التكست ده الريزوليوشن بتاعه وحش قوي ففي حروف مش كامله اهو، لو انا عملت لها سموثنج ده معناه او بلرنج يعني اقدر اكمل الحروف اللي ناقصه دي كويس. هستخدم ايه؟ هستخدم جاوسيان لوباس فلتر. استخدمت جاوسيان لوباس فلتر لقيت ان الريزلت بتاعته كويسه قوي، يبقى ادي الاي والاي دول اهو، رحت بصيت عليهم بعد الفلتر لقيت ان الحروف بقت ايه؟ بقت واضحه او بقت كامله. طيب ممكن نستخدم السموثنج برضو جاوسيان لوباس فلتر سموثنج اكزامبل، هو ان انا لما اخد صوره لحد عنده شويه تجاعيد كده مثلا وانا عايز اخبيها شويه التجاعيد دي، فبص كده حوالين العين هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيه لاينز كده، انا عايز اشيلها، عايز اعمل سموثنج دي اللاينز دي ما تبانش. فانا لو هقعد اغير بقى، ادي الاوريجينال ايمج
وانا هعمل جاوسيان لو باس فلتر والدي نود ب 80 و جاوسيان لو سوري دي ب 100 ودي ب 80. شوف بقى تأثير الفلتر اللي انا حطيته بانه يشيل اللاينز دي، فانا اقدر استخدم الجاوسيان لوباس فلتر بان انا امبوف الامجز بتاعت الفيسز مثلا بحيث ان انا ما يبانش فيها اللاينز دي. اوكي هنا دي صورة، الصورة دي كانت يعني جاية ب ستلايت، فالصورة دي اكيد طالما بستلايت يبقى كانت الاوبجكتيف بتاعها ريموت سنسنج. ريموت سنسنج يعني بيصور بالامر الصناعي وعايز يطلع شوية انفورميشن كده، معلومات من الامجز. كويس، هو كان ادي الامج الاصلية هو عايز بس يشيل شوية من الاسود اللي موجود ده، عايز يعمل بالرنج للامج دي، فراح استخدم جاوسيان لوباس فلتر هنا الدي ب 50 وهنا الدي ب 20. اوكي طيب خليك فاكر من حاجه مهمه، احنا قلنا لما الفاليو بتاعت الدي دي بتصغر، الفاليو بتصغر ده معناه ان الكيرف بتاعي بيضيق، لان الفاليو دي هي ايكويفالنت للفاريانس، فالفاريانس هو انا ببعد قد ايه عن السنتر. كويس، فالفاليو دي نود ب 50 ودي نود ب 20. اوكي طيب ناخد بريك ونرجع نكمل بقى الايه الهاي باس فلتر.